بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه الفراجمنتيشن أو الديفيجن، التجزئة. طب نشوف مع بعض يعني إيه فراجمنتيشن. الموضوع ده يا جماعة بيتكلم عن نوعين من الفراجمنتيشن، external fragmentation و internal fragmentation. طيب تعالوا نشوف مع بعض شوية تفاصيل بسيطة. بنقول ايه؟ بنقول ان كلمة fragmentation معناها هي مقصود بها ايه؟ المساحات الفاضية في الذاكرة. اللي نشأت عن ايه يا جماعة؟ فعلا صح، نشأت عن خروج بروسس. بفرض مثلا زي ما انت شايف كده ان دي حالة ايه؟ الميمور اللي قدامك بي واحد وبي تلاتة، وفي مكان فاضي قدامك ما بين بي واحد وبي تلاتة اهو، شايفينه؟ ده بنسميه يا جماعة هول، صح؟ هنا بقى بنخصص كلامنا، بنقول ايه؟ حصل fragmentation، تجزئة، مش كده؟ وكأن حصل مشكلة ايه موجودة دلوقتي في الذاكرة، ان في اماكن فاضية. في قاعدة بتقول لك ايه؟ بتقول لك قاعدة الخمسين. ايه الخمسين في المية دي؟ قاعدة اسمها قاعدة الخمسين في المية. بيقول لك لو بفرض انك انت عندك ان بلوك، الوكيتد بلوك موجودين عندك في الذاكرة، يعني ايه؟ في ان ها مكان موجود عندك في الذاكرة مخصص لايه؟ للعمليات. تقريبا ان على اتنين بلوك ممكن يتعرضوا لايه؟ للفراجمنتيشن. طيب جميل. في الحاله دي يا جماعه الاماكن الفاضيه اللي ما بين بروسز وبروسز تانيه ديت، اللي هي الهولز اللي احنا اتفقنا عليها ديت، اللي احنا قلنا عليها فيما بعد فراجمنتيشن، اكسترنال فراجمنتيشن، بيقول لك ممكن يتم التغلب عليها بعمليه الكومباكشن، الضغط. شايفين يا جماعه؟ كومباكشن بمعنى ايه؟ بمعنى لو ضغطنا المساحات الفاضيه دي كلها مع بعضها ممكن نحصل على مكان كبير قدامك اهو، ممكن يكون متاح لبروسس تانيه تيجي تقعد معايا يا شباب. وده مثال قدامك اهو. بفرض ان احنا ضغطنا البروسس بي واحد وخلينا بي تلاته وراها على طول، هتسيب مساحه فاضيه قد ايه يا جماعه؟ شايف المساحه دي كلها هتفضى عندي. طيب اذا دي احد وسائل التغلب على مين؟ على الفراجمنتيشن، اللي هي ضغط المساحات الفاضيه. انا عايزك تحسب كده المساحه الفاضيه دي دلوقتي كام، صح؟ مش كده؟ اللي هي 1260 كيلو، مش كده؟ طب في الحاله دي لما يكون عندي يا جماعه 1260 كيلو، مش ممكن احط ايه؟ بروسس ثانيه مكانها؟ ما بقول لك بص كده، بص على بروسس بي 4، 1200 كيلو ممكن اخدها احطها دلوقتي. اذا احد وسائل التغلب على الفراجمنتيشن عمليه ايه بقى يا جماعه؟ الكومباكشن او الضغط. اضغط المساحات الفاضيه اخليها كهول واحده، واقدر في الحاله دي استغلها واقعد ايه؟ بروسس ايه؟ مكانها تناسب حجمها. يبقى احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه كلمه اكسترنال فراجمنتيشن. طيب هل في نوع تاني من الفراجمنتيشن؟ بيقول لك في نوع تاني اسمه انترنال فراجمنتيشن. وده بتحصل امتى يا جماعه؟ هشبه لك حاجه بسيطه جدا. بفرض مثلا ادا ميمور قدامك اهو، وفيها مكان فاضي وليكن مثلا 100 كيلو، وجت بروسز عايزه تقعد في ال 100 كيلو ديت، حجمها 95، مش كده؟ 95 كيلو. ودي قول عليها بروسيس بي واحد. طيب خلي بالك بقى، البروسيس نفسها لما تيجي تقعد في ال 100 كيلو هتسيب مساحه فاضيه، صح؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الجزء ده ال 5 كيلو ده، شايفينه؟ 5 كيلو. المساحات الفاضيه اللي البروسيس بتسيبها في البارتيشن بتاعها هي اسمه انترنال فراجمنتيشن. الحته دي. يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين كلمه اكسترنال وانترنال. اكسترنال هي المساحات الفاضيه اللي ما بين كل بروسيس والثانيه الكبيره. والانترنال هي المساحه اللي بتسيبها البروسيس في البارتيشن بتاعها لما تيجي تقعد، بتضحي بيها وبتسيبها، تقول انا محتاجه 95 كيلو بس وفي 5 كيلو انا مش محتاجه. الجزء البسيط ده بيسموه ايه يا جماعه؟ انترنال فراجمنتيشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.